اهلا وسهلا ميرفتي. اهلا تفضلي. ازيك؟ نورانا. اهلا وسهلا. تفضلي. صباح الخير. صباح النور. صباح النور يا ميرفت. كنت قاعده عم بحكي لهم قبل ما تدخلي انه يمكن مفهوم الايجابيه بهذا الوقت صرنا كثير نسمعه، لكن مش كل الناس بتفهم تماما ما هي الايجابيه بحذافيرها، او حتى ما بتعرف كيف تطبقها. بتحكي باسمها لكن ما بتعرف تطبقها على ارض الواقع. صباح الخير، شو رايك؟ صباح الورد لكم جميع. هلا الايجابيه نحن فينا نقول باختصار شديد انه الشخص الايجابي هو شخص يعني يتميز بالشكر والامتنان بشكل يومي، يعني بعد قد ما يقدر عن شيء اسمه تذمر وشكوى، لانه انت صباحك تبلشي بكلماتك الايجابيه. هلا في ناس تفسر انه انا والله شخص متفائل فانا شخص ايجابي، انا شخص مبتسم الحياه. صح الايجابي انه انت تكوني متفائله، بتحبي السعاده ونابعه من جواتك، تحبي الحياه مبتسمه، بس الفاظك وكلماتك اللي بتقوليها بشكل يومي هي بتعبر عن إيجابيتك. موقفك السلبي أو الإيجابي تحت أي موقف أنت تحتكي فيه بالحياة يكون عبارة عن صدمة، هون بقى تبين إيجابيتك. لأنه إيجابيتك ما بتكون لما بأوقات الفرح وأنت أمورك تمام والدنيا وردي بالنسبة لك فأنت إيجابية، لا، إيجابيتك تبين لما أنت بتساوي حادث، تفقدي الشخص، ما بتتعلقي بالإشياء، ما بتربطيها كل شيء بشخص ما أو شيء ما، فهون تبين إيجابيتك. أنا عايزة أبدأ إيجابية على الصبح وأقول لك إنه شعرك جميل وطلع زي القمر، وهو شفتي بحكي كلام حلو أهو بغازل عشان تعرفي إن إحنا بس إيجابيين. بس بجد والله ميرفت عايزة أروح معاكي لنقطة اللي هم أعداء أو منافسين للإيجابية. يعني أنا مثلا لو متعصبة إزاي هعرف أكون إيجابية؟ أو لو شخص مثلا بيقول لي كلام سيء بيجرحني، طب إزاي هكون إيجابية معاه؟ أحيانا إحنا بشر ما بنقدرش نسيطر على ردة فعلنا ميرفت، صعب التحكم فيها. هلا شوفي، كل شيء بالتعويض بيصير، يعني يوم عن يوم انت تتعودي كيف تكون ردود افعالك، يعني تحاولي تعملي كنترول على حالك. لانه ليش نحن الايجابي يكون عنده ثقه بالنفس، يعني انا اليوم اذا عجبني هالفستان هذا او هالبلوزه ما بدي كل هالعالم انه بيعجبها هالشيء هذا، وما لازم كمان اربط اعجاب شخص ما بهالشيء، واذا ما عجبهم فمعناته هي نحن اكثر شغله نعاني فيها انه نحن على طول نربط كل شيء بشخص ما. فعلا مزبوط، صح. طيب انا راح اسالكم سؤال هلا، انه انتم بالنسبه لكم عندكم حب بشكل عام للورد؟ للورد؟ ورد. تحبوا الورد؟ اه طبعا. طيب السؤال لكم كل انت امجد. انا يعني مره او مره لا، لانه انا ورده ما بتعمل ورده. شوف بدك احلى من هيك ايجابيه؟ معناته لازم تحب الورد اكثر. اكيد طبعا بحب الورد. انا بحب الورد في مكانه، يعني يكون في الحديقه، اروح اشمه، اتصور معاه، اقعد معاه، احبه جدا. بس انه حد يقص لي ورد ويجيبه لي على البيت لا. طيب امتى يعني مين اكثر شخص بتحبه يهديكم ورد؟ جوزي، ما اقدرش اقول غير كده. انا يعني لسه والله ما في ولا ندور له يعني هلا حتى لو ما في زوج يعني ممكن انه لا ما ورده الصديق ما لها طعم كثير صراحه. ورده الحبيب احلى. طيب معناته انتم فعلا عندكم تعلق بالاشياء، يعني ليش انتم هون ما بتحبوا الورد؟ لو تحبوا الورد معناته انا بدي بحب هالورده حتى لو كانت هون وما لها صاحب وما حد هداني اياها وقالوا لي ايه فيكي تاخديها، فانبسط على هالشيء هذا. لانه انا بحب الورد لو مين من كان، وراح يعني هلا شوفوا انا احيانا بحكي عن شيء جربته، يمكن قبل كنت مثلكم انه عادي انه لا من حبيبي من خطيبي من اي شخص مقرب، لانه نحن هذا نسميه يعني تعلق بالاشياء، فنربط سعادتنا بالورد بوجود هالشخص. بس حسرا اللي انا قلته لك ميرفت انه انا بفضل الورد يكون في مكانه حتى لو عندي امكانيه ان انا اخده، يعني ما احبش مثلا انه انا اشيل بالذات الاشياء الحيه، عارفه. هلا هو حلو تواجده مثلا بحديقه او كذا بيعطيكي منظر حلو، بس انت ربطتي انه حبك للورد بمكانه زوجك، اي مكان، يعني انه بزهريه بحديقه، يعني مثلا لو امجد جاب لك ورد حتقولي له شكرا، بس ما راح تنبسطي كثير مثل لما يجيبه زوجك. هذا الكلام اللي قلت لك اياه. اكيد طبعا. تعلق بالاشياء. شوفي هلا هون انت عم تتعلقي بالشيء، يعني انت معناته اليوم ان وجدتي بهالمكان فما راح تكوني مبسوطه من دون زوجك، والصبيه مثلا ما راح تكون مبسوطه من دون حبيبه، فانا معناته هون إذا ما كان معي هالشخص معناته أنا رح أحس بالحزن وربطت سعادتي بوجود هالشخص هذا، فهون لا، هذا أكبر غلط. أنا بدي بحس بالسعادة بكل مكان اتواجد فيه ومن أي شيء. وأنا قلت لكم رح أذكر لكم مثال، أنا بيوم الأيام كنت ماشي بالشارع
فصدفت واحدة قاعدة على الطريق فطلعت فيني، أنا بحب الياسمين، شالت ياسمينات وقالت لي بدي أهديك هالوردة إلك. أنا انبسطت وكأنه يعني من شخص مقرب إلي وبعرفه من سنين. ليش؟ لأنه أول شغلة عندي حب للورد، ثاني شغلة نحن ليش ما بنعتبر على طول هاي رسائل إيجابية من ربنا، إنه أنتوا في محبة موجودة من أشخاص تعرفوهم وما بتعرفوهم. بس نحن لما نربط الورد بس من شخص نعرفه معناته نحن حتى المحبة بالنسبة لنا عم نربطها من شخص واحد. لهيك يعني لا تسألوا ليش مثلا في كمية كره من حدا من حواليكم، عدم وجود محبة من كل الناس اللي حواليكم، ليش؟ لأنه أنتم على طول عم تربطوا المحبة الفرح من شخص معين، لهيك ما عم تاخذوه من كل العالم. مزبوط، هذه نقطة كتير حلوة، يمكن كمان بنشوفها كتير واضحة بين الناس، إنه يمكن إحنا مفروض إيجابيتنا تنبع منا نحن، ما نستنى من حدا يجي يعطينا جو إيجابي أو مثلا يجي يقول مثلا شيء معين يفرحنا، مفروض إحنا كمان ننظر لنص الكاس المليء بدل نص الكاس الفارغ. بس هلأ كمان بعلم الطاقة بقولوا إنه مثلا الأشخاص السلبيين من دون قصد بيأثروا على اللي حواليهم، ونحن أحيانا بنكون بمود كتير حلو بيجي شخص مثلا بيعكر لنا صفنا، كيف فينا إحنا نتصرف أو فينا كيف ننفر أو نهرب من هدول الأشخاص السلبيين لحتى نحافظ على طاقتنا الإيجابية؟ هلا شوفي، أي شخص سلبي أنت لا تعطيه إذن صاغية له، يعني لا تتعاطفي معه. أي شخص حتى بهالحياة لو كان شخص محتاج وإجا دق بابك وعم يحكي قصته مثلا وعم يبكي، فأنت لا تعطيه الإذن الصاغية، ساعدي. بس التعاطف ما معناته أنه أنت إنسانة بلا مشاعر، لا، لأنه أنت لو دخلتي بتعاطف وعدتي تبكي معه فأنت رح تاخدي كل طاقته السلبية وعم تعطي طاقته الإيجابية، عم تعطي طاقتك الإيجابية اللي كانت موجودة عندك. صحيح. فأنا بساعد هالشخص بدون ما أبكي معه، يعني ما معناته أن احنا التعاطف أنه لازم نبكي مع الشخص ونجاري بالكلمات ونجامله. إذا كانت هي مثلا تقول أنا مالي حظ، لا، أي ما نحن كل، لا غلط، بالعكس بطلعها من مودة من كلمات السلبية. الشيء الثاني على طول اسألي الشخص شو اللي بده. يعني أنا اليوم اجيت اشكي لك أنا كتير متدمرة من شغلي، أنا تعبانة، مديري ما منيح، ما كذا، قاطعيني بالكلام واسأليني طيب أنت شو بدك. مزبوط، أنا هون رح يعني انصدم، شخص سلبي رح ينصدم يوقف، يعني ما رح يعرف شو رح يجاوب بالأول وآخر، لأنه هون رح يوقف أنه أنت شو بدك، بدك تترك الشغل، تركه. صح. فهون رح يوقف فعلا عن الشكوى أو التدمر. بس تعرفي أنا بعتقد أنه كمان في إشي كتير له حدود، يعني مثلا أنا أعطيك مثال، نحن في ناس يعني خلينا نحكي بيحكوا بالإيجابية لكن هم مفهوم الإيجابية ما بيعرفوا شو هي الإيجابية، ما في لها تفسير، بيجي بيعمل لك فيديو مثلا على السوشيال ميديا صباح الإيجابية وصباح النشاط وصباح الفقوس والخيار والبندورة والخس والورود، بيوصل لآخر شيء للورد وهو ما فاهم شو الإيجابية للأسف. طيب الحين بدي أضرب لك مثال، أحيانا بيقول هدول تبعون الإيجابية اللي في السوشيال ميديا، البعض وليس الكل، في ناس متخصصة وشرواكي بالخير، ولكن أحيانا في مبالغة، مثلا في انسان فقد انسان عزيز، هل معنى ذلك اروح له قال له مشان الله لا تبكي والله تصرف في ايجابي، يكون ايجابي يا زلمه اللي مات الله يرحمه، بس انه يكون ايجابي اكيد يعني راح يكون اخر يوم بحياتي طبعا، من هو راح يصير اثنين مش واحد، يعني خبر مفجع مثلا او خبر مثلا فقدان شخص عزيز، كيف ممكن انه نحكي بدنا نتعامل بايجابيه، او هل بنحب نتعامل بايجابيه او لا؟ هلا شوف، نحن قلنا لك يعني انت لتقدر تتغلب على اي موقف بدك تنهي تعلقك بالاشياء والاشخاص. نحن طول ما عندنا تعلق بالاشياء والاشخاص على طول ما بنحب نفقد اي شخص، تمام؟ بس لما تتعود على انه انت تلغي هالشيء من حياتك، فانه حياتي انا بدها تستمر، حتى لو فقدت اشخاص هذا مو معناته انه انا حياتي خلص بدها توقف. هون بقى تبين سلبيتك او ايجابيتك. يعني لما الإسلام حدد أنه الحزن بيستمر 3 أيام، لما تكون شخص إيجابي فعلا يوم الثاني بتتناسى الموقف، ما معناته أنه أنت تنسى الشخص، لا، تتذكره، بس في فرق أنه ما بتوقف يعني عجلة حياتك عند هالشخص هذا. هلأ أي شخص بيفقد إنسان أنت ما رح تقعد تنظر عليه ولا بنفس الوقت تقعد تبكي معه، بس تنصحه النصيحة أنه شو بده يعمل لحياة هذا الشخص، لأنه هالشخص بالأول وآخر انتقل لمكان أفضل،
تشرح له هالنقطة هي، تشرح له إنه نحن في شيء اسمه إيمان بالقضاء والقدر. إذا أنا إنسان مؤمن معناته بدي آمن بالقضاء والقدر، إذا أنا إنسان غير مؤمن فمعناته أنا متمسك بالحياة الدنيوية وعم أتمسك فيها بوجود هالأشخاص هي. تكون نصيحتي بمعنى مو إنه والله يلا تعا اترك التعزاية وتعا نروح مشوار، لا إجباري طبعا ما رح يتقبل هالشيء هذا. أنت بتحاول تطلعه للإيجابية بس بنصائح إنه شو يعمل مثلا للشخص اللي فقده، يعني مثلا بتخليد ذكرى بصدقة جارية له أو أي شيء بيخص أي شيء لهذا الشخص. مزبوط فعلا مرفت عندك حق. يعني بجد موضوع الإيجابية بعد ما انتشر مؤخرا بشكل كبير بقى لازم الناس يكون عندها معلومات عنه عشان تعرف ان هي تعيش حياتها بشكل أفضل، تعرف زي ما انتي قلتي ان هي تخرج من حزنها، تعرف تتعامل مع المواقف الصح. شرفتينا ونورتينا وكنتي ضيفة جميلة وخفيفة علينا، وإن شاء الله يكون في لينا لقاءات أخرى. نطلع بريك نرجع نكمل تاني.